وكذلك من ناحية السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعظم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد اتهم أناس أصحابنا رحمه الله تعالى أنهم لا يعتمدون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مردود. فإن من اطلع في آثار أصحابنا، في آثار علمائنا رحمه الله تعالى من القرن الأول الهجري وإلى يومنا هذا، يجدهم أنهم يعتمدون ويعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن أصحابنا هم من أول من دون في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإمام جابر بن زيد التابعي الكبير هو أول من دون في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك الإمام الربيع بن حبيب الذي أول ما ألف أيضا، أو أول ما ألف في الأسانيد. ومسند الإمام الربيع بن حبيب يعتبر من أقدم الأسانيد على الإطلاق. ومن شدة تعظيمه لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد عارضه بعض الناس بعلماء بيضة الإسلام، أي بعلماء نزوة، فرد عليه المحقق الخليل: ومن عجب أن أنص عليك برسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من العجب أن أنص لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تعارضني بعلماء بيضة الإسلام. كذلك مقياس صحة الحديث عند المحقق الخليل هو عرض هذا الحديث على كتاب الله جل وعلا، فإن وافقه أخذه المحقق الخليل، وإن كان هناك علل في إسناده. ولذلك عندما سئل عن حديث هنالك، عن حديث العقرب الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنها، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله العقرب، لم تدع المصلي ولا غير المصلي، فسئل المحقق الخليلي عن صحة هذا الحديث، فقال: والله أعلم، وليس من العلماء بالحديث، فأتكلم على ما فيه من حيث إسناده لرجاله، بما يدل على صحته وضعفه بذلك الاعتبار، لكني أراه مبذولا في كتب الحديث معروفا، ولا يخلو وجوده من آثار أصحابنا، ولا أعلم أن أحدا صرح بإنكاره البتة. فهنا يعرض الحديث على كتاب الله، وهذا شأن علمائنا رحمه الله تعالى، وهذا المنهج أيضا اتخذه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء في الحديث من طريق ابن عباس رضي الله عنهما عند الإمام الربيع بن حبيب قال: إنكم ستختلفون من بعدي، فما جاءكم فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه عني وما خالفه فليس عني. هناك أحاديث، ربما هناك أحاديث أسانيدها صحيحة عند كثير من المحدثين ومن أهل العلم، إلا أن متونها تخالف كتاب الله جل وعلا، فلا يمكن أن يؤخذ بها. وهناك أحاديث ضعفت أسانيدها، إلا أن كثير من أهل العلم أخذوا بها، فهم يقيسون هنا أو يقيسون هذا الحديث على كتاب الله جل وعلا، فيعرضونه على القرآن الكريم.